أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في البحث السابق قد وصل إلى ما أشار إليه المصنف في القول الثاني، وهو القول الذي ذهب إليه المحقق النعيمي. وهذا القول قلنا بأنه لا يرى بأن الوجوب مدلول من مدليل الدليل اللفظي، بل يقول بأنه العقل هو الذي يحكم بذلك. والسبب في هذا الأمر كما قلنا بأن الطلب إذا لم يكن مقترنا بالترخيص في المخالفة فإن العقل يحكم بلزوم الامتثال. بهذه الكيفية وبهذا اللحاظ كما يقول المصنف يتصف بالوجوب. أما إذا كان مقترنا فعند ذلك يمكن أن يقال بأن العقل لا يحكم بهذه القضية، وهي قضية لزوم الامتثال التي هي يعني حكم للعقل فيما إذا كان الأمر ماذا مجردا عن قضية الترخيص. المصنف أشكل على هذه القضية بإشكالات ثلاث. الإشكال الأول هو ماذا؟ إشكال وارد على هذه القضية، وهو أنها هذه القضية وهي قضية أن موضوع الحكم حكم العقل باللزوم، هل هو المقصود عبارة عن التجرد من الترخيص بقطع النظر عن مرتبة الملاك أو لا بملاحظة هذه القضية؟ من الواضح جدا بأنه لا يمكن القول لأنه مع قطع النظر عن مرتبة الملاك، لأن هذه القضية إذا قيل بأنها مجردة عن ذلك فسوف نرى بأنه يوجد أحيانا مثل هذا الأمر، وهو الاطلاع الذي يحصل للبعض عندما يكون ماذا مطلعا على الملاك. فإذا كان مطلعا على الملاك وعارفا بأن المولى يمكنه ماذا يمكنه التغاضي عن فوات مثل هذا الأمر، عند ذلك لا يمكن أن يكون هذا كافيا في المقام. لذلك أشار في الأول لعله يعني فيما أشار إليه في الرد عن ذلك بأن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص. لأي سبب؟ يقول لأنه من الواضح جدا أنه إذا كان هناك اطلاع من قبل المكلف يعني بلا حاجة إلى وجود ترخيص، لو كان هو مطلع على أن ملاك هذا الأمر ليس ملاكا لزوميا بل هو ملاك يمكن التغاضي عنه وأنه يمكن أن يفوت، فلو كان هكذا قال لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من المولى على أن طلبه نشع عن ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتثال. فالوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، ليس مجرد طلب غير مقترن ماذا بالترخيص، وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بد من فرض أخذها في مدلول اللفظ لكي يتلقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. عند ذلك لا يمكننا أن نقول مثلا لمجرد أنه والله يوجد طلب خلص، فإذا يمكن أن يكون هذا الطلب لمجرد تجرده عن الترخيص يكفي في المقام على أساس ماذا؟ على أساس أن يحكم العقل ماذا؟ بوجوب الامتثال. الإشكال الثاني، هذا الكلام مر وهذا حتى المطلب يعني أو العبارة قرأناها. الإشكال الثاني هو الإشكال المبني على لو بني على أن مثل هذه الحالة موجودة، وهو أنه لو بنينا على أن كل طلب يصدر من المولى ولم يكن مقترنا بالترخيص في المخالفة فإن العقل يحكم بلزوم الامتثال، وبذلك يكون ماذا؟ يكون متصفا بالوجوب. لو فرض أنه بني على مثل هذا الأمر، هذا الأمر طبعا واضح أنه لو فرض أنه مقترن يعني متصف بالاقتران فيكون الحكم فيه الاستحباب، لو فرض أنه مجرد فيكون ماذا؟ متصفا ماذا؟ بلزوم الامتثال وهو الوجوب. ولكن في بعض الأحيان يعني وهذا اللي يعني الذي يدعيه اللي عن المصنف على أساس أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الجمع بينه وبين ماذا؟ لا يمكن الجمع بينه وبين ما اتفقت عليه كلمة الفقهاء، فيما إذا كان هناك ماذا؟ فيما إذا كان هناك بالإمكان أن يكون صدور الترخيص مع مثل هذه الأوامر، بمعنى وجود ماذا؟ وجود ترخيص على خلاف هذا الأمر، على خلاف هذا الطلب، هذا الترخيص كأنه ماذا؟ كأنه يسقط الوجوب المتضمن في مثل هذا الأمر، وكأنه ماذا؟ وكأنه لا وجوب. هذه هي الطريقة. وأشار إلى أنه ماذا؟ أشار إلى أنه هذا الأمر مخالف لبناء الفقهاء. بناء الفقهاء
على أنه مرتكز عندهم عرفان على أنه إذا صدر أمر وطلب من قبيل مثلا أكرم الفقير العادل، واقترن بعد ذلك الأمر ماذا بعام يدل على الإباحة كقوله مثلا لا يجب إكرام كل فقير، فإن لازم القول يعني هذا الكلام لازمه ماذا أن يعني كل طلب مقترن بالترخيص المخالفة أن لا يحكم العقل ماذا بلزوم امتثاله. بالنتيجة هذه القضية إذا جمعنا بينها يعني هذه القضية الأولى وهي الأمر بالإكرام، والإكرام ماذا الإكرام خاص بالفقير العادل، ثم بعد ذلك الأمر أو العفن عدم وجوب إكرام الفقير يعني كل فقير، هذه يقول إذا حصل جمع بينهما عند ذلك ماذا عند ذلك هناك إباحة مدلولة من خلال لا يجب إكرام كل فقير، وهناك وجوب باعتبار أنه ماذا باعتبار أنه أكرم الفقير العادل، عند ذلك ماذا عند ذلك يجب أن يكون هناك ماذا يجب أن يكون هناك سقوط للزوم هذا الأمر الذي هو ليس مقترن ماذا بالترخيص. سقوط هذا الأمر لأي جهة باعتبار أن المحقق النائني ماذا يقول، يقول إذا كان الأمر مجردا عن الترخيص بالمخالفة فالعقل يحكم بلزومه، أما إذا كان الأمر مقترنا بتجويز الترخيص بالمخالفة عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يتحول ماذا؟ يتحول إلى كونه طلبا غير مذن. إذا كان الأمر كذلك فهنا يمكن لنا أن نقول أنه لا يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك إكرام للفقير بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب سقوط هذه الحالة وهي حالة اللزوم التي كانت في الأمر الأول، باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا الفقير الذي ورد في قولهم في القول الثاني وهو لا يجب إكرام كل فقير، هذا القول على أساس ماذا؟ على أساس أن هذا القول يعني على أساس أن هذا هذه العبارة وهي اسم الجنس لا يفرق فيها ماذا؟ لا يفرق فيها بين من أمر بإكرامه في العبارة السابقة الذي هو العادل وبين غيره، لأنها عبارة عامة عندما يقال كل فقيرين يعني هذا واضح عموم، وهذا العموم لن يبقي ماذا؟ لن يبقي لهذه العبارة يعني لم يبقي لهذه العبارة وجوبا مثلا ولا لزوما من ناحية ماذا؟ من ناحية الامتثال. على هذا الكلام تبيين لهذا الأمر وهو أنه باعتبار أن لفظ الأمر صيغة الأمر ما دامت تدل على الوجوب بحيث أنه يمكن أن يقال بأنه هو مدلول من مدالولها مثلا الوضعية، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك سنرى بأن هناك تعارضا بين العبارتين، عبارة أكرم الفقير العادل وعبارة ماذا لا يجب إكرام كل فقير، لأن الأول يدل ماذا على الوجوب ولكن الوجوب الخاص بهذا الفقير، والثاني يدل على ماذا؟ عدم وجوب إكرامه لا بهو لا بخصوصه بل بخصوص ماذا؟ بل بعموم الفقير الذي يشمله ويشمل ماذا؟ ويشمل غيره. بالنتيجة النسبة التي تكون بينهما في هذه الحالة النسبة التي تكون بينهما في هذه الحالة يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون هذه النسبة شاملة ماذا؟ شاملة له باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه هذا الفقير الذي قيد بكونه عادلين مشمول للعموم الذي ورد في قولهم لا يجب إكرام عند كل فقير. لذلك عندما ننظر إلى هذه يعني هاتين العبارتين سنجد أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، العموم والخصوص المطلق في جهة العبارة النافية في جهة العبارة المسقطة في جهة العبارة المبيحة اللي هي تجعل الإنسان ماذا ليس مسؤولا عن إكرام أي فقير، ومن هذا الفقير هو الحصة التي أشير إليها في العبارة السابقة وهي أكرم الفقير وأكرم الفقير العادل. على هذا إذا كان هناك نفي للعام فهل يكون نفي العام نفيا للخاص أو لا؟ من الواضح جدا أنه لو كان هناك نفي للعام فهو نفي للخاص، نفي عفوا إذا كان هناك نفي لهذا العام الذي هو إكرام الفقير مطلقا فهذا يعني ماذا؟ على أن الخاص منفي، بخلاف ما إذا كان الأمر يعني بطريقة يعني مخالفة، النفي الذي يعني الذي ينصب على الخاص ليس بالضرورة ماذا؟ ليس بالضرورة أن يصل إلى العام، لأنه إذا نفي عن هذا المكان الحيوان فبالضرورة ليس من المتوقع ولا من الممكن أن يكون هناك إنسان، فلو نفي وجود إنسان في هذا المكان ليس بالضرورة أن لا يكون هناك مثلا عصفور
لأن العصفور يكون مشمولا للحيوان، ولكن الخاص إذا نفي لا يدل ماذا؟ لا يدل على نفي. ومن هنا عندما تكون هذه يعني تدل هذه الحالة على التعارض، يمكن أن يقال باعتبار أن الدليل الأول أخف مطلقا من الدليل الثاني، فيكون بينهما ماذا؟ يكون بينهما جمع، كما يقال جمع يعني عرفي بالتقديم. وفي حالة التقديم ماذا يقدم؟ يقدم يعني هذا يعني الكريم الذي هو الإكرام الذي هو خاص ماذا؟ خاص يعني بهذا الموصوف بصفة خاصة على الذي يكون ماذا؟ الذي يكون فيه ماذا؟ الذي يكون فيه صفة عامة. وبالنتيجة بالنتيجة يكون هنا هذا يعني يكون هذا القول وهو لا يجب إكرام كل فقير، هذا يكون ماذا؟ مخصص لذلك العام الدال على الإباحة، باعتبار أن هناك إباحة وهناك ماذا؟ وهناك وجوب. فهنا عندما نأتي إلى مثل هذه يعني هذه الحالة وهي الخاصة بهذا الفقير لأنه موصوف بصفة خاصة، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يعني لا يمكن أن يكون هناك إكرام، سواء كان هذا الإكرام مشاملا لهذا الجهة أو كانت كاملة ماذا؟ كاملة شاملة لتلك الجهة. فإذا كان هناك جمع بينهما، هذا الجمع الذي يكون بينهما يعني الجمع الذي يكون بينهما ماذا تكون نتيجته؟ أنه الإكرام الذي يحصل للفقير ليس إكراما عاما. كيف؟ يقولون لأنه عندنا عبارتان، إحداهما فيها تقييد بالعادل والأخرى فيها عموم. بالنتيجة إذا أردنا أن نجمع بينهما ووجدنا هاتين العبارتين فيهما تعارض، الجمع العرفي بينهما ماذا يقول؟ الجمع العرفي بينهما يجب أن يكون منصدا على أن يقال بأنه الإكرام الوارد في هذه العبارة مع عدم الإكرام الوارد في العبارة الأخرى يجب أن يكون الأول مختصا وكذا الثاني مختصا. لماذا؟ لأنه الأول لم يكن منصبا على ما انصب عليه الثاني، لم يكن، وإنما كان منصبا على عنوان خاص وهو الفقير العامل، والثاني لما كان منصبا على عنوان عام، فهذا العنوان العام عندنا وجوب من جهة وعندنا إباحة من جهة أخرى. هذا الأمر إذا جاء وكان هناك عدم وجوب، فالوجوب الذي يجمع يعني الوجوب الذي يجمع بينه وبين الإباحة هذا سيكون مختصا ماذا؟ سيكون مختصا بالفقير العادل. هكذا يقولون عندما نستطيع الجمع ماذا نصنع؟ لا نستطيع أن نسقط العبارة التي تقول يجب إكرام الفقير العادل لمجرد أنه توجد عبارة معارضة لها وهي ماذا؟ لا يجب إكرام كل فقير، فيقولون نجمع بينهما عرفان بأن نقول بأنه يجب إكرام الفقير العادل ولا يجب إكرام الفقير الفاسق، حتى يمكن ماذا؟ حتى يمكن الجمع بينهما وتكون إحدى العبارتين مخصصة للأخرى. هذا الذي يبني عليه الفقهاء. أما إذا قلنا بما قال به صاحب هذا التوجه وهو المحقق النائني في كيفية الاستفادة، عند ذلك ماذا سيجب علينا أن نحكم؟ سيجب علينا أن نحكم بما حكمنا به في البداية بأنه نفي العام نفي للخاص، لأنه نفينا عن الفقير مطلقا. لماذا نقول هكذا؟ لماذا نقول أنه إذا نفي العام نفي الخاص؟ لأنه بالنتيجة المحقق النائني يرى بأن مجرد وجود الترخيص مع الأمر يعني مع وجود أمر أو مع وجود صيغة أمر هذا يكفي لمنع العقل من أن يحكم بوجوب الامتثال. فإذا كان هناك ترخيص كما ورد في قولهم لا يجب إكرام كل فقير، هذا الترخيص يكفي لمنع العقل من الحكم. فيقول المصنف على هذا إذا بنينا على مسلك يعني هذه كما يقال هذه يعبرون عنها بمادة النقض، يعني هذه مادة ناقضة. إذا بنينا على ما بنى عليه المحقق النائني فإن مبناه سيؤدي إلى إنكار القاعدة العامة التي يجري عليها الفقهاء. إذا جاءهم أمر خاص بإكرام شخص بعنوان خاص يعني بصفة خاصة، وجاء عنوان آخر وجاءت صيغة أخرى
تنفي وجوب هذا الوجوب يعني وتبيح عدم فعل ذلك، عند ذلك الجمع العنف بينهما يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يخصص العام منهما بالصفة التي وردت في الخاص، هذه الصفة اللي هو صفة العادل، فيكون لا يجب، يجب إكرام الفقير العادل ولا يجب إكرام الفقير الفاسق، حتى لا يقال ماذا؟ حتى لا يقال بأن العبارة الأولى أفقدت العبارة الثانية ماذا؟ محتواها. يقول لا، هذه العبارة لما جاءت بعد هذه العبارة لما جاءت ومع هذه العبارة، هذه العبارة تبقى مع خصوصيتها وهو وجوب إكرام الفقير العادل، وتلك العبارة تبقى مع خصوصيتها، لأن الجمع بينهما يقتضي أن يغض النظر عن حصة من الفقير وهو الفقير العادل، لأن هناك ما دل على وجوب إكرامه، ثم يبقى من العبارة العامة الفقير الذي لم يكن متصفا بالعدالة. عند ذلك ماذا يقال؟ عند ذلك يقال بأن هذا جمع عرفي بينهم، وهذا ما يجري عليه الفقهاء. أما إذا بنينا على ما قال عليه، ما قال به المحقق النائني، فسوف يأتي ماذا؟ سوف يأتي المحقق النائني ليقول بحسب مبناه أن مثل هذه العبارة وهو أكرم الفقير العادل، إذا عارضتها عبارة من قبيل لا يجب إكرام كل فقير، فإن هذه العبارة لا تبقى لها ماذا؟ لا يبقى لها أي تأثير، بل لا يبقى لها أثر، ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن استخدامها ماذا؟ ولا يمكن استخدامها في الإكرام. لذلك قال المصنف في يعني في الإشكال الثاني، قال ولازم، وثانيا إن لازم القول المذكور أن يبنى على عدم الوجوب فيما إذا اقترن بالأمر، يعني الأمر اللي هو أمر خاص اللي هو يدل على الطلب وعلى الوجوب باعتباره مجردا وهو أكرم الفقير العادل، إذا اقترن بالأمر عام يدل على الإباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الأمر، يعني لا يجب إكرام كل فقير، هذا عنوان كل فقير، هذا عنوان بعمومه يشمل ماذا؟ يشمل حتى مورد الأمر، لأن الفقير العادل هو جزء ماذا؟ وحصة ماذا؟ من كل فقير. وتوضيح ذلك أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجوب، فالأمر في هذه الحالة التي أشرنا إليها يكون ماذا؟ يكون مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة. هذا ما جرى عليه الفقهاء، هذا ما جرت عليه كلمة، الجمع العرفي بينهما يقتضي ماذا؟ تقييد العام بالخاص، فيكون ماذا؟ فيكون الخاص مخصصا لهذا العام. فيقول فالأمر في هذه الحالة التي أشرنا إليها يكون مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة، فيبقى الوجوب خاصا بالفقير، وهذا العام لا يفقد ما لا يفقد تأثيره، ولكن ماذا؟ يثبت الإباحة بعد، يعني يثبت عدم وجوب الإكرام بالنسبة إلى غير الفقير العادي. قال يكون مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة ومخرجا لمورده عن عمومه. لماذا؟ يقول لأنه أخص منه، مخرجا منه لأنه أخص منه الفقير العادي، والدال للأخاص. حتى هنا هذه نقطة لعله ما أشرنا له، وهو أنه لماذا نقدم الدليل الدال على إكرام الفقير العادل على الدليل الدال على إباحة عدم وجوب الإكرام؟ يقولون لأنه في حالة التعارض بين دليل دال أخص ودليل دال أعم. الأقوائية لمن؟ يقولون الأقوائية للدليل الأخص، لذلك نقدمه عليه. قال والدال الأخص يقدم على الدال الأعم كما تقدم، وأما إذا بنينا على مسلك المحق، هذا ما بنى عليه الفقهاء، وأما إذا بنينا على مسلك المحقق النائين المذكور فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر، لا تعارض، بل هذا ته، هذا لا وجود له، ولو بنحو غير مستقر يعني تعارض بدوي كما يقال بين الأمر العام ليقدم الأمر بالأخصية، وذلك لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب. لماذا تقولون لا تعارض؟ يقول لأن القضية ليست قضية دليل لفظي، إنما في مسلك المحقق النائم القضية تدور مدار وجود اقتران مع الترخيص ليحكم العقل، مع وجود اقتران مع الترخيص ليحكم العقل ماذا؟ بعدم كونه واجبا، مع عدم وجود اقتران مع الترخيص يحكم العقل ماذا؟ بالوجود. فالدليل اللفظي لا علاقة له، إنما الكلام كله ماذا؟ للعقل. ولذلك يقول لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك، لأن الحكم حكم من؟ حكم العقل، بل المتعين بناء على أن يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، هذا اللي هو مسلكه، يقول أنه بالنتيجة العام يرفع
أساس الموضوع، لأنه أنا أقول أن موضوع حكم العقل من هو؟ موضوع حكم العقل أن لا يكون الأمر مقترناً ماذا؟ بترخيصه. وجاء هذا الدليل الآخر وقال ماذا؟ لا يجب إكرام كل فقير. فإذا ماذا حصل؟ رفع الموضوع. فإذا رفع الموضوع كيف يحكم العقل؟ العقل لا يحكم بالوجوب، واضح؟ فيعني العقل لا يحكم إلا مع حالة التجرد، وحالة التجرد فقدت بسبب ماذا؟ بسبب ورود مثل هذا مثل هذا الدليل. قال بل المتعين بناء على أن يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل. طبعا هذا بناء، لأن هذا مبنى الشيخ النائمي، مبناه أن هذا الأمر يرفع موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، لأن العام ترخيص وارد من الشرع، وحكم العقل ماذا؟ معلق. حكم العقل عند المحقق معلق. معلق على أي شيء؟ قال معلق على عدم ورود الترخيص من المولى. هذا الكلام عليه بناء، إذا يقول مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك، والالتزام ماذا؟ والالتزام بالوجود. يقول هذا على خلاف ماذا؟ على خلاف ما بنى عليه الفقهاء. هذا إن شاء الله هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى محمد.